شحال عندك في الكونتار في الرصيد تاعك؟ شحال عندك؟ والله لا أخ... لا حاجه صحيحه. لا والله اخر مره عندي تقريبا انا مستشار لشركه كمحامي. أيوة. اعتقد دخلت لي فاتوره اعتقد الان عندي في حدود 30 مليون ولا هذا ما كان العجيه بالفضل اللي عملت عليه فلان عنده في الرصيد. لا لا كان ووجه رساله للمعارضه الى كش ما عندهم كش ما عندهم دي كونت ولا حاجه يجيبوا لك بالاورو بالدولار كونت يعني. ما كانش. لا ما كانش. لا ما كانش. حط شويه درهم في الدار الرئيس ولا ولد في الدار تاع المصروف. المصروف تاع المصروف يعني. ايش حاجه صحيحه؟ لا ما كاينش. يمكن تعود في تشود بيت. مرحبا بكم لك حتى مشكل. لا 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 عادي انت كاعلامي. ايه كنت تحلف وانت صغير تولي يعني امين عام تاع فلان في هذاك الوقت، خاصه انه في هذاك الوقت كان امين عام تاع فلان صاحبي ديره شي حاجه سهله. والله شوف حتى شاب جاي من ولاد الدراج يعني من سيده. شوف حلم لا مستحيل يعني انا كنت نهض انا بعض الامور حلمت بها حققتها. كان بعض الامور جات ما حلمتش بها يعني. امين على لا انا بالعكس كنت عضو مكتب سياسي وبالعكس كنت نتمنى يقدر يكون احد اصدقاء نتاعي امين عام وانا نكون معه في المكتب السياسي باش نكون اكثر راحه، لانني على بالي باللي هذا المنصب متعب ويعلم الله ان انا تعبت فيه كثير كثير. امين العام تاع فلان نضال ولا وظيفه؟ نضال. فيه راتب شهري ولا ما فيهش؟ لا وعرض عليا لا، لان كاين رؤساء احزاب. كاين هاني جاك كاين رؤساء احزاب حتى اللي جاكم لهنا الاحزاب نتاعهم داير لهم راتب نائب في البرلمان. معروف وهذه عادي جدا هذا. لا باش نقول لك لا 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 ليس ضدها عادي جدا. عادي جدا. لا لا عادي جدا لان الامين العام راح يتفرغ الحزب. انا الان يوم ما عندكش على ما اعتقد وظيفه اخرى؟ مكتب محاماه عندي محاماه راه يشتغل بدرجه بسيطه، لان تعرف المحاماه هي الاصل انه باش يكون عندك مدخول هي الجانب الجزائي يعني البينال انك ترافع. الان انا كامين عام نقدرش يكون امين عام وانت رافع ما يسمعنيش الوقت تاعي يكون مسخر صراحه. الاخوان المسؤولين في الاداره وراء والرئيس الديوان السابق جاوا في البدايه الاسبوع الاول عرضوا لي يقول انا راك متفرغ ندوك راتب، فانا رفضت لان من حقي نديها ومدت من الحزب حتى اي حاجه يعني الان، لان مهمه نضاليه ورساله نأديها ان شاء الله. ما عندي حتى بونتاج. عندي سيارات توصلني تجيبني الصباح تجي على شي ودبات عند السائق. لا بديبا لا دبات عند السائق السيارات دبات عند السائق. طيب